طبعا من امبارح لغايه النهارده ولسه ان شاء الله خلال الايام اللي جايه في سيول من التهاني قادمه للنادي الاهلي وللاعيبه النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي من كل مكان ومن كل الكيانات المختلفه، منهم مجلس اداره شركه استادات الوطنيه اللي طبعا تقدم بالتهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي وكل اعضاء الجمعيه العموميه وجماهير النادي الاهلي بمناسبه الحصول على البطوله العاشره لدوري ابطال افريقيا، واشاد مجلس اداره شركه استادات باداء كل لاعبي النادي الاهلي واصرارهم على تحقيق الفوز واسعاد جماهيرهم باداء متميز والفوز بالنجمة العشرة عن جدارة واستحقاق. وطبعا ثمن مجلس إدارة شركة استادات جهود النادي الأهلي وتشريفه للكرة المصرية من خلال كونه دائم التواجد على منصات التتويج بالفوز للمرة العاشرة في تاريخه بعد أشهر قليلة جدا من الإنجاز العالمي اللي تحقق بأقدام لاعبي النادي الأهلي بحصولهم على برونزية مونديال الأندية والمركز الثالث عالميا بعد التغلب على نادي بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية لو حضراتكم تفتكروا. أكدت كمان شركة استادات في بيانها على اعتزازها بهذا المستوى الرفيع اللي قدمه النادي الأهلي مشرفا الكرة المصرية بين أكبر الأندية الإفريقية والعالمية ومقدما صورة حضارية مبهرة عن الرياضة المصرية ورموزها. شدد أيضا مجلس إدارة استادات على دعم الفريق وكافة الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية لمواصلة الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية. حقيقي احنا كمان بنضم صوتنا وبنقول مره تانية مبروك على كل الاهلاويه وعلى جمهور الاهلي حاجه، يعني هنقعد نقول مبروك كتير ما تزهقوش مننا، ما احنا فرحانين والبطولات ما بتخلص، فلازم هنقعد نبارك لنفسنا حقيقي.